حكاية العوائل العالقة في السودان، الطلبة الجالية اليمنية بشكل عام الموجودة في السودان والعالقين الآن بوضع سيء لا يعلم فيه إلا الله. كل الناس اللي عندهم ضمير ومبدأ حاولوا أنهم يناقشوا هذه القضية، حتى لو ما قدروش أنهم يناقشوها بشكل كبير، على الأقل وصلوا رسائل هذه العائلات أو هؤلاء الناس. وضع مؤسف، وضع محزن. يعني تخيلوا لنا 4 أو 5 أيام إحنا ترندات على مواضيع ما تستاهل، مع احترامي، وسايبين الموضوع الأساسي اللي هو موضوع العالقين في السودان، مع أمنياتنا لدولة السودان بأنها تجتاز هذه الفترة السيئة وأن يحفظ الله شعب السودان وأهلها. أنا أتابع بعض الصفحات الموجودة، الأشخاص المهتمين أشكرهم، يعني أشخاص كثيرين منهم الأستاذ رشاد السامعي، الأخ العزيز بشير سنان، اللي دائما يورد لنا آخر التحديثات الموجودة في هذا الموضوع. يعني الآن في معانا فيديو مؤلم، أقسم بالله العظيم مؤلم، على صفحة الأخ بشير سنان لمجموعة من اليمنيين العالقين في السودان، اللي صار لهم من يومين، من 3 أيام، من 5 أيام، وهم في مجالهم، في مكانهم، مش قادرين لا يطلعوا لا ينزلوا، يفتقروا لأبسط الاحتياجات البسيطة، يفتقروا للغذاء، يفتقروا للدواء، يفتقروا للماء، يفتقروا للأماكن اللي أساسا يقاموا فيها. تخيلوا عائلة تنام في الشارع من النساء، يعني بنقول الرجل أها قد متعود، ولو أنه وضع صعب جدا، لكن عائلة تنام في الشارع. أمس إحدى النساء ولدت وأنجبت هناك في السودان في الشارع، وهي منتظرة متى تأتي السفينة لتأخذ هؤلاء اليمنيين. أنا أترككم فقط مع الفيديو، واللي حابب يدخل عليه حتحط لكم أنا الرابط بعد البث لصفحة الأخ بشير سنان. شوفوا مقدار الوجع اللي هم يحكوا عنه، مقدار الألم اللي وصلوا له. كل الدول اهتمت بها حكوماتها وقامت بإجلاء الناس المتواجدين في السودان إلا إحنا اليمن. دفعة واحدة تقريبا حسب علمي اللي تم إجلاءها لغاية هذه اللحظة، وبقية الدفع ما زالت كما هي بالانتظار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا الرحلة الأولى اللي تحركت مشات بدون أي تدخل من السفارة وأي تدخل من القنصلية، مشات بكل أريحية. الآن لما تدخلت السفارة، لما تدخلت القنصلية، ولا في أي يمني مشى إلى الآن. لنا يومين معلقين، الجانب السعودي يعني الله يحفظه قال لنا إحنا بندخلكم، لنا يومين السفارة ما سدت. اليوم الجانب العسكري، القنصل العسكري دخل ودخل أصحابه، لكن إحنا الآن ما عندناش أي أحد جالس. في خلافات، ما دام إنه يشتي يدخلوا عائلات، وفي خلافات إنه يشتي يدخلوا شباب، ما فيش أي تنزيل لا من السفارة ولا من القنصلية ولا في من أي أحد هنا. تنزيل 5 أيام هنا، شباب هنا قاعدين من يوم الأحد. التنسيق التنسيق التنسيق، الكارثة الكبرى في عدم قدرة إيجاد الحلول لهؤلاء، إنه ما فيش حتى عندهم كم عددهم، من فين يأخذوهم، كيف يخرجوا، مين اللي خرج، مين اللي ما خرجش، ما فيش أي معلومات. ربما هي مجموعة من المبادرات الشبابية فقط التي تم العمل عليها من أجل إخراج هؤلاء فقط، غير كده ما عندهم يعني أنا مش فاهمة، أنا مش قادرة أستوعب كيف إنك تكون مسؤول عن جهة معينة أو عن مجموعة معينة وأنت مش عارف حتى عددهم كيف. أنا أقدر الضغط الذي حدث عليكم أنتم مثلا في السفارة، أقدر الظروف الطارئة التي حدثت، لأنه يعني انقلبت الأمور في السودان بين ليلة وضحاها، لكن برضو مش معقول أنه من 5 أيام حسب ما يقولوا في الفيديو حتى اللحظة ما زالوا بهذه الأماكن ينتظروا سفيرة لإجلائهم. اسمعوا. ما في أحد هنا منهم تحرك، في عائلات تحت الشجر نائمة، عائلات تحت الشجر هناك نائمة، عائلات تحت الشجر. جوازات، وين الجوازات؟ جوازاتهم فين؟ السفارة مع القنصلية مع كل فكوها ومشوا. هذا الطلاب اليمنيين كلهم كان لديها السلطة هذه تتدخل. هل فعلا تم أخذ جوازاتهم كما هو واضح بالفيديو، كما يتحدثون عن أنه تم أخذ جوازاتهم، حتى أنهم مش قادرين يسافروا بسبب هذا الأمر؟ أنا أريد أتأكد من هذه الإشكالية أيضا. طالب واحد بالسفارة يا مساعد السفير، يا نائب السفير هذا أو ملحق الثقافي يجي يتكلم مع الجانب السعودي، لكن جايبين احنا ناس مش قادرين نتكلموا يا جماعه. 5 أيام واحنا مش قادرين نقلي اي واحد يملك.
الفيديو طويل، مضمون انه 5 أيام مش قادرين يقلوا فيه هؤلاء اليمنيين، وهذا امر صعب جدا وامر مؤسف، امر مؤسف ان الله سبحانه وتعالى ايش يعني قد كتب علينا. لا والله ما هو ما كتب علينا، احنا اللي كتب علينا بانفسنا ان احنا نكون معذبين، سواء كنا في داخل اليمن او حتى في خارج اليمن. فبالتالي اتمنى منكم جميعا، بحكم انه انتم شعبنا الطيب الجميل العزيز اللي يشعر باخيه المسلم المؤمن اليمني، ان احنا نشارك مثل هذه الفيديوهات، ان احنا نتكلم عليها ننشر عليها. خلونا نسيب الناس للناس، ما لناش دخل. اللي يتحجب يتحجب، اللي يطلع يطلع، اللي يفتش يفتش، اللي يعيش يعيش، اللي يموت يموت، طالما وأنه هذا قضاءه وقدره وحرية اختياره. خلونا نركز على هذه المواضيع الأساسية اللي للأسف الشديد ما شفتش ناس كثيرين طلعوا إنهم يتكلموا عليها. فالترندات لازم إنها تكون يعني في محلها، وبإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يفرج على الجميع.